اخر خبر يلي هو الاهم، بس خلينا نسمع ترتيله من عند اللي بدنا نسمعها لاول مره، هيك نسمع مطلع منها. خلينا نسمع. بدي احيي المونسيور منصور لبكي يلي اكيد عم يسمعنا هلا ببرمانا، من اعمال المونسيور منصور لبكي يلي بنحبه كثير. يلا سمعنا اللي لاول مره عم نسمعها بكل وسائل الاعلام. اكيد باوقات ثانيه بنسمعها، بنسمعها لاول مره، وصلت لنا هيدي هلا طازه من اعمال المونسيور منصور لبكي للطباوي الجديد ليونار عويس ملكي ابن بعبدات الراهب الكبوش الشهيد. وكمان بدنا نقول انه مش بس هيدا السبت مثل ما كنت عم تقولي تطويب ليونار، رح بفتكر انه الصوره الرسميه رح يكونوا اثنينهم مع بعضهم، مع بعضهم، لانه هن اثنينهم من الرهبنه الكبوشيه، الاب ليونار ملكي والاب توما صالح اللي استشهدوا بالحرب العالميه الاولى. بعبدات مش بس بعبدات مبسوطه، كل لبنان وحتى شوف اللبنانيه برات لبنان قد ايه رح بيتابعوا هذا الحدث من لبنان على كل شاشات التلفزيونات. وبتعرفي كنت عم بحكي مع قرايبينه للطباوي ليونار عويس، عم قال لهم عنك قالوا لي نصها بعبدات. انت بس بتصيفي بعبدات او من فوق؟ لا مش من فوق، نحن بنصيف فوق. لانه هلا معنا ابن خيو للطباوي عم بقول لي ميراي مزرعاني نصها بعبدات، بدي اقوم اخذ البركه منك. صباح الخير بونجور استاذ فادي. نور يا اهلا، كيفك؟ نشكر الله. استاذ نبيل بعتذر، انا نبيل ملكي. نبيل ملكي، انت بتعرف انت نصك بعبداتي، ليش لازم تكوني فرحانه مثلي انا؟ مش انتوا اهالي بعبدات، كل اللبنانيه مبسوطين يا استاذ نبيل. مضبوط، وهو بالاخص مراي، لانه مراي كل امر عايشة ببعبدات. مزبوط يعني. بس كيف بتعرف التفاصيل انت كلها؟ اكيد بيعرفونا، بيعرفونا لازم يعني. اكيد اذا انا اذا شفتك اكيد بعرفك 100%. ايه طبعا. ما كنت تنزلي على محل ملكي؟ بلا، كيف لك. ايه انا زرته للعم نبيل. في قول قد ايه عمرك؟ انا عمري 83. ان شاء الله العمر كله، العمر كله يا رب. تسلم. العم نبيل ميراي عندهم قاعده ببعبدات، يعني التراسات برا، بتشوف الفيو بانوراميك، والحلو بس توصل لعنده بوقفك بقول لك هيدي قرنايل، هيدي حمانه، هيدي فلوغه، تحتهم دغري محطه العربانيه، هيدي صليمه، بعدل لك كل المناطق، هيدي ترشيش، هيدي كفر سلوان، يعني عندهم فيو ولا اجمل. ايه حلو كتير. نبيل اكيد انت عم نبيل انت مبسوط اكثر من كل اللبنانيه، لانه عمك خيبيك رح يتطوب نهار السبت باحتفال كتير كبير بجل الديب. نعم مزبوط، انا مبسوط كتير وناطر هالفرحه. لا يعني شو بدي اعمل؟ عمي وخي بي، ومين رح يكون مبسوط اكثر منك؟ اكثر منك. وانا خبرت ميراي وخبرت المستمعين كلهم امبارح انه انت حامل صورته وما بتشيلها من ايدك، هيدي الصوره صورها ببعبدات وقت يلي اجى على ضيعته وبقيت مع بيك، بيك سلمك اياها، انت ما بتعرفه ليونار ما هيك؟ انا لا ما بعرفه. ليونار مات سنة 1915، أنا خلقت سنة 39. نعم. أوه. بس شو كان يخبرك بيك عن ليونار؟ كان في تواصل وياه؟ خلينا عم نبيل نقول للمستمعين ميراي، لأنه الشهيدين ليونار ملكي وتوما صالح هن بالرهبنة الكابوشية، يعني رهبنة مار فرانسيس، وهن بيروحوا مرسلين، يعني هن اختاروا أن يكونوا موجودين ببلاد ما بين النهرين، مشان هيك ما كانوا موجودين بلبنان. كانوا موجودين. بس هو مرض وقت اللي طلب منه الحكيم يجي، انه اجا قضى فتره ببعبدات لانه مناخه حلو ببعبدات. شو كان تعبان شوي؟ كان عم بيصير له صرع براسه مثل الدوخه يعني. نعم. قالوا له روح على بعبدات ارتاح لك في جمعتين ثلاثه شهر بس تروق رجع. هو كان المركز يعني الارساليه تبعه بتركيا. نعم. هو وين استشهد؟ بتركيا؟ نعم استشهد بمردين. نعم بمردين. قد ايه كان عمره؟
كان عمره 33 سنة. وقت استشهد؟ اه شاب. نعم. توما، توما عندك معلومات عن توما؟ توما أكبر بسنتين. 35. واو. نعم. واستشهدوا بنفس السنة؟ لا أكثر بسنتين. توما مزبوط. من بعد سنتين استشهد. نعم. مزبوط. توما سنة 1917، عمي سنة 1915. طب شو كان يخبرك لان هيك كل المستمعين عم يسمعوك هلا مش بس بلبنان، اللبنانيين كتير مبسوطين بكل انحاء، شو كان يخبرك بيك عن الطوباوي الجديد ليونار ملكي؟ يا خي خيو، وكان يحبه ويخبرني انه تعذب كتير والاتراك عذبوه ونقل من مطرح لمطرح، نقل شي 5 مطارح بتركيا بالارسالية يعني. نعم اكيد بالرهبنة الكبوشية. بالرهبنة الكبوشية نقل من شي 5 مطارح. نعم. من افسوس لاسطنبول قسطنطينية يعني، صاروا اسطنبول هلا. نعم. بعدين راح على مردين، راح على عمارة المعزيز، راح كتير مطارح. اي نعم. كان يبشر وكان يعلم وكان عمل علوم عالي بالدين يعني. بس استشهد بطريقة كتير فظيعة. مزبوط مزبوط، لانه لما اجوا الاتراك بدهم يشحطوا الاجانب يعني من تركيا من السلطنة، كان هو رئيس رهبنة مار فرانسيس. نعم. التركي شو فهم، شو فهم بالتركي انه هو فرنساوي. اوكي. ايه قرر انه يشحطوا، راحوا على الدير تيشحطوه ياخذوا على فرنسا. بالدير كان عمي يهتم بخوري خطيار، يقضي ويسوي ويرتب ويسوي، بتعرفي يعني قديش كان يهمه كتير انه يعيشوا. اجى الامر انه يتركوا. عمي دب الشنطة وبده يترك، اطلع فيه الخطيار قال له ولو يلو نهار امتو الكل بدك تتركني؟ قال له لا. حرام. رجع الشنطة بأرضه وضل معه، وضل معه اجوا كمشوا كمشوا واخدوا صاروا يعذبوا، أبعوا له ضفيره، علقوه بالقلب، منتفوا له شعرات ووجه ووجه وشعره كله، ما كان لا ينكر المسيح. نعم ما كان ينكر، هن بدهم اياه انه ينكر، ما كان ينكر، ما نكر المسيح بالمرة، ضلوا يعذبوا 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 وهو مصامد. آخر شيء فهم هو إنه بده ياخده، خلص ركض على الكنيسة، قام كاس القربان موجود فيه قربان يعني، قاموا أخذوا خباه قال لك أحسن ما يدنسوه، راح خباه عند واحد أرمني وأخذوا. لما راحوا بدهم يعذبوا بدهم يقولوا له أنت قول إنك تنكر المسيح ونحن منتركك، ما كان يرضى. إيش؟ أي نعم. أخذوا بقافلة 400 حوالي 15 أو 17 شخص، ومن ضمنهم المطران مالويان اللي طوبوه. مزبوط يعني. اللي طوبوه. مزبوط، كان هو ومطران مالويان على رأس القافلة، وكانوا عم بيشجعوا يلي مشين وراهم ويناولون ويعرفون، ما كان معهم رغيف خبز، قسموها كل وحده يمكن قد الحمحة وناولون وشجعون، ما حدا من اللي كانوا معهم رضيوا انه يتركوا المسيحية. بقى وساعتها من صار هيك قتلوا. نعم قتلوا. فازن حدث كتير كبير ناطرينه كل اللبنانية نهار السبت، وانتو ببعبدات عندكم احتفالات بلشت من الاحد كل ليلة بدير دير مار انطونيوس للرهبنة اللي رهبنت الكبوشية. نعم. وانتو كمان رح بتكونوا اكيد حاضرين باحتفال التطويب. بتقول شي كلمة اخيرة للمستمعين استاذ نبيل؟ ايه انا بالنسبة لي اكبر فرحة عندي، بس انا بالنسبة لي كمان الفرحة للبنان، أنا لبناني. أكيد أكيد. بعبديتي
وانت نصك بعديتيه بقى. اي والله اجمل ايام كثير حلوه كثير حلوه زينه كيف مزينين طرقات وشوارع بعبدات. ساحه بعبدات مزينه بالاعلام الاعلام البابويه باعلام لبنان بصور الطباويين الشهيدين. مية بالمية مية بالمية. بس بدي ألفت نظرك لشغلي بس ولميراي كمان. ايه تفضل. انه ابن خيي فارس ملكي. نعم. هو يلي اهتم بهالقصة كلها. صار له حوالي 40 سنة يروح على الارشيف بالفاتيكان باسطنبول بافاسوس ببعبدات يعني بدار الكبوشية ببعبدات بالكبوشية ببيروت بالكبوشية بمردين كل هالدوكيمون اللي جمع المعلومات. حرام صار له 40 سنة تقدر جمع هالمعلومات تقدروا تتكلوا عليهم وعملوا طباوي. طباوي اي حلو كثير. لذلك بصراحة بفضل ابن خيي بدنا نحيي واكيد بدنا نحيي رهبنا الكبوشية ورئيسها بالشرق الأوسط أبونا عبد الله النفيلي كمان يلي إلهم جهود رهبنا الكبوشية. نحن بدنا نشكرك لأنه خلص وقتنا أستاذ زميل. خلص وقتكم بس كلمة واحدة بدي أقول لك شغلي بال هو عم بفتش بهالأشياء كلها ساعد أخوري كبوشي اسمه أبونا سليم رزق الله. نعم. من شان ما ننساله فضله. إيه أكيد من حيي كمان. خلي ليك الله يخليك تضل بصحتك يا رب ويطول بعمرك. ايه قربة الصيفية يلا اطلع يلا اكيد من كل بيت منشوفكم فاذا نهار السبت بجل الديب لانه كل لبنان رح يكون موجود بجل الديب من كل بيت الى اللقاء. الله معك. سلم لنا على شكرا عينك. اهلا وسهلا فيك. حلو عن جد الواحد الله يكون الله شو حلو. يكون عمه قديس. ايه يعني مش معقول. شوف يعني ولاده للدكتور جورج بدي حيي ابنه لنبيل دكتور جورج ملكي وكل العيله ما في خبر كده مبسوطين مراي يعني بتوصل لعندهم الضيافات الحلويات زينين يعني. الدنيا انه مش حيلا احتفال يعني عم يحتفلوا مش كل مرة بتطويب بتصير هاي يعني. بتطويب عمهم يعني مش هينة مش هينة. يلا ان شاء الله يا رب انه مع هالتطويب هيك يوم السبت تعجق كتير ويكونوا كل الناس وكل المؤمنين يعني هو بتعرف هيدا شيء حلو للبنان. وقت كنا عم نحكي مع اكيد خلال هذا الاسبوع بنكون مع ابونا عبد الله نفيلي اللي هو رئيس رهبن الكبوشيه مش بس بلبنان بالشرق الاوسط كله اللي موجود بلبنان بدنا نحييه يلي هو كمان لبناني من طيلب اذا مش غلطان. بدي اقول لميراي انه يعني اختاروا انه يكون التطويب بجل الديب لانه رهبان الكبوشيه قريبه من روحانيه رهبات الصليب. هو كان المفروض يكون بدار مار انطونيوس ببعبدات اللي هو تابع للرهبان الكبوشيه بس لانه المطرح صغير. كثير صغير فاختاروا الساحة كتير كبيرة بشلتين لكون عم تستوعب أكبر عدد من المؤمنين من الناس.